Et moi de ma part, je remercie tous ces bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire où au quotidien ils font des choses magnifiques et on passe ensemble des moments émouvants, extraordinaires ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. الديكور الحمد لله راه غادي يعني ديجا عنده اون ايماج دو مارك لي حنايا لي بينيفول اللي كنا العام اللي فات يعني تعاوننا باش انها تكون والحمد لله هذا العام هذا كاينين يعني ناس جداد اللي جايين بروح جديده وباغيين يخدموا والله يسر لكم الله اللهم امين ان شاء الله لازم نسالي أفسر لكم هذا هو ماتش اللي تخرج للناس اللي غادي يأكلوا احنا يا ونسو شارج دو نستفو لي زاسيات نعمرهم 11 بار اسيات يعني 11 بيس بار اسيات سا سيد لا كونفيتشو اليوم عجمع alors اليوم اكسبسيونيلمون ما عندناش البطبوط غادي نديرو الكوكو تسمى الكوكو اش كتسمى الحلوه ديال الكوكو اش كتسمى الحلوه ديال الكوكو انت اش كتسمى هادي الحلوه صراحه فطور دو كور جايين هو اولا فطور دو كور سي انيسياتيف لي خدها سي بن سعيد بوغ يدي الناس اللي ما عندهمش وانتم كما كتشوفوا شوفوا لي بينيفول كثار دراري دي جون من 18 ل 25 عام دي جون اللي باغيين يعاونوا الناس كيعطيو من وقتهم تيخليو في طوف ديالو و تيجيو يفطروا هنايا مع هاد الناس باش يعاونوهم و جو بونس سي اون بون شوز فطور دو كور خدات واحد لومبلوغ اللي عام على عام كتزيد تكبر اسبيغون تزيد القدام ان شاء الله و لما لا تولي في مدن وحد اخرين باش كاع الناس اللي ما عندوش فين يفطروا يستافدوا من هاد القضيه اللي كيستافدوا منها الناس ديال الرباط صح عليك كنشوفكم تهلاو السلام عليكم